مع فيلم من الأفلام العاطفية بعنوان وداعاً أيها الليل. الفيلم قصة فؤاد الجندي والسيناريو لمصطفى محرم، أما الإخراج فلحسن رضا. أبطال الفيلم هم الفنانة ناهد شريف، شكري سرحان، ونوال أبو الفتوح. بتمنى لكم وقت ممتع ومشاهدة طيبة مع أحداث الفيلم العربي. الصور ده انا مستعجل. صبرك يا سعادتك. انا بقول انت باين عليك تعبان النهارده شويه يا منصور، ابقى افوت عليك وقت تاني. وده برضه معقول تيجي لحد عندي تخرج زي ما انت؟ انا اصلي شايفك النهارده ما انتش طبيعي ابدا يا منصور. ايه الحكايه؟ فهمني. حكايه الحرامي دي يا عبد الغني مش داخله دماغي ابدا. يا اخي يا اخي روق بقى، هي مش الحكايه انتهت على خير والحمد لله؟ ما قلناش حاجه، بس ابن الحرام ده كان داخل بيتي يفرق ايه؟ الناس اللي من دول بعيد عنك بقت عينيها فرغ قوي، اقربها من وين اتنين بس. استغفر الله العظيم، الواحد بس هيقول ايه؟ ايه اللي حصل يا عبد الفندي؟ الواد احمد ابن عبد الحميد افندي يا سيدي، بشيري من يومين على الكورنيش وفي ايده واحده ست، ولا كان في ناس في البلد. لا حول الله، جيل اخر زمن.
إني ما زلت تسكت على مسخرة زي دي يا عبدو فندي. يعني كنت عايزني أعمل إيه يا منصور يا أخويا؟ تعرف طبعا كويس قوي لا أحب أجيب سيرة الناس ولا ليا دعوة بحد أبدا. روح ربنا يديك على قد ضميرك ويكفيك شر خلقه. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك يا رب. نسيب البلد دي بقى ونروح نعيش في مصر على طول، ويبقى عندنا فيلا وعربية كبيرة كبيرة قوي. تأكد يا حياة ان هعمل المستحيل عشان احقق لك كل احلامك، بس لما اتخرج وابقى اكبر محامي في البلد. يا ريت يا احمد، بس انا خايفة. من ايه يا حبيبتي؟ بعدك عني يمكن يخلوك تنساني. مش ممكن، مش ممكن. انا بحبك اكتر من نفسي، وتأكد انك هتكوني معايا في كل دقيقة وفي كل لحظة. خدي يا حمد عشان تفكرك بيه لو حاول قلبك ينساني. وصلني عنك كلام ما كنت احب اسمعه ابدا، عشان كده انا واخد على خاطري منك. كلام ايه لا سمح الله؟ عبد افندي شافك وانا كمان شفته. بذمتك ما انكسفتش منه لما شافك؟ هنكسف منه ليه؟ بالعكس، تهناني عشان قابلت في كليه الحقوق. ما تحاولش تلعب عليا. عبد افندي شافك ماشي مع بنت عبد المحسن افندي في شارع البحر. يا بابا يا احمد، انا مش عايزك تفكر في حاجات زي دي دلوقتي. دي حاجات هتجيب لنا وجع الدماغ وتسوق سمعة بنات الناس، ومش ابني انا اللي يعمل كده. يا بابا انا ما عملتش حاجة تسوق سمعة حد. ما تحاولش يا احمد انك تدافع عن غلطتك. الدفاع الوحيد انك انت تقطع صلتك بالبنت دي حالا. انت قدامك لسه المشوار طويل، لازم تنتبه لمستقبلك. وانا متأكد يا احمد انك مش هتخيب املي فيك، وما تنساش تفوت على خالد عشان تتفقوا على ميعاد السفر. عشان تتجرأ وتروح تكلم ابويا كلام فارغ زي اللي قلتهوله. اقول لك يا سيدي،
بصفة الشخص اللي تهم سمعة الأنسة حياة تفضل نظيفة. مش أنت يا عبد الفند اللي تخاف على سمعة حد. ثم أنت مالك يا أخي؟ آه صحيح، ده أنت ما تعرفش إني نويت أخطب حياة بنت عبد المحسن أفندي. مش معقول حياة تتجوز واحد زيك أنت؟ حياة مش ممكن توافق. مش مهم عندي توافق ولا ما توافقش، المهم أبوها، وأنا متأكد إنه حيوافق، لأني حقدر أفتح لها بيت وأصرف عليها. أنت سافل سافل سافل. الله يسامحك يا ابني، الله ينجح لك المقاصد. روح يا شيخ، ربنا يفتح لك الابواب ويرجعك محامي كبير قد الدنيا عشان ترفع راسنا.
الاسكندريه العاطلون يدخلون المطاعم لياكلوا ثم يطالبون بالقبض عليهم وايداعهم السجون. مصانع شبرا الخيمه اللي قفلوها لغايه دلوقتي لسه ما فتحتش، بس نازلين قبض وتفتيش ليل نهار على العمال. مفيش فايده اذا كان الحكام بتوع البلد مش قادرين يفهموا مطالب الشعب. في الواقع ان الانجليز هم اللي بيحكموا البلد. الاحزاب مصالحها مرتبطه بمصالح الاستعمار. وجودها في الحكم مستمد من وجود الاستعمار. عشان كده بتحاول كل حكومة انها تتلاعب بالقضية الوطنية وتلهي الشعب عن اهم مطالبه. يجب ان نفهم ذلك جيدا ونعرف اللعبة اللي بيلعبها الاستعمار واعوانه. الاستعمار اللي خلى مصر كلها مزرعة لتوريد القطن لانجلترا. يجب ان نفهم ان قضية الجلاء هي القضية الكبرى. انت سايب اجتماعات الطلبه وقاعد تقرا لي؟ تقدر تقول لي ايه فايده الخطب والهتافات طول النهار؟ يعني انت مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله فتحي عمار؟ انا مقتنع بكل اللي قاله، لكن ايه الفايده ما دام ما وصلناش لنتيجه؟ الكفاح مش مجرد خطب. الخطب اللي مش عاجباك هي اللي بتنشر الوعي بين الطلبه في الجامعه. و تاكد ان احنا هنكون سعداء جدا لما تسكن معانا في البيت يا سعيد، ولا ايه يا احمد؟ طبعا الشقه شقتي، يتفضل يجي في اي وقت. متشكر يا احمد، ما تصورش قد ايه ماما هتفرح لما تعرف ان انا سبت البنسيون وجيت سكنت معاكم. يلا بينا. يلا. ايه مش عاجبك؟ عامل ايه؟ مبسوط؟ يعني ايه ده يا غير ده؟ يظهر الشقة عجبك قوي يا استاذ سعيد. عجباني؟ يا سلام يا حلاوة. دي عليها جوز عيون وشفايف زي الياقوت وخدود زي الورد وشعر زي الحرير. عيب يا سعيد، عيب بلاش تعكس بنات الجيران. اولا الجار اولى بالشفعه، ثانيا انا مبسوط بالشقه دي قوي وعايز اقول لها، عايز اقول لها ان انا ادي عيب. نصيحه لله يا ابني، ابعد عن حكايه بنات الجيران وحب بنات الجيران ومعاكسه بنات الجيران وكفايه لنبنا من بنات الجيران. مفيش لزوم للكلام ده يا خالد. ايه اللي مزعلك؟ ده مجرد راي. احتفظ برايك لنفسك. قلت لك 100 مرة بلاش نتكلم في الموضوع ده. الله، ايه الحكاية يا جماعة؟ لا أبدا ولا حاجة. دي حكاية حب قديم وراح. راح؟ طب أما أروح أنا بقى أكلم ماما في التليفون علشان ما تقلقش. أحمد، مش ناوي تيجي اجتماع النهاردة يا أحمد. عندي مذاكرة كتير أوي. المذاكرة مش أهم من الكفاح علشان حرية بلدنا. العلم أقوى سلاح ضد الاستعمار. مش أنت أحمد كمال أبدا اللي كنت دايما تقودنا وإحنا طلبة ثانوي. فين ارائك ومثلك؟ ولا انت موافق على الظلم اللي احنا عايشين فيه ده؟ انا طول عمري بحارب الظلم في كل صور. يبقى لازم تيجي معانا يا احمد. اجتماع النهارده مهم جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي خدمه؟ لا يا حبيبي العفو، احنا اللي في خدمتك. الاستاذ احمد كمال مش كده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انا سعيد جدا بالفرصه الجميله دي. اهلا وسهلا. ما تاخذوناش كده يا اخوانا، احنا طلعنا بدون استئذان ولا حاجه، انما في الحقيقه انا كنت فايت قلت اطلع اخد فنجان قهوه عندكم. انا خجلان جدا والله، انما على ما فيش فرق كلنا اخوان. ممكن اعرف ايه الحكايه لو سمحت؟ ابدا مفيش حاجه ابدا، مجرد زياره عابره يعني للتعارف لا اكثر. مفيش حاجه. دوروا كويس يا حضرة الضابط، اللي بتعمله ده اعتداء على الحرية الشخصية. استغفر الله.
حريتك محفوظه يا استاذ احمد. اللي بنعمله ده مجرد اجراء روتيني عادي خالص. اه لو سمحت يا استاذ خالد، انا عاوز منك خدمه بسيطه خالص. خدمه ايه؟ انت طبعا تعرف الاخ اللي اسمه جدع الطيب ده، ابن الحلال، اللي اسمه فتحي عمار. اي زميل ونعم الزماله. افتكر انت رايح له النهارده، ها؟ عندكم اجتماع مش كده ولا ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. انا بقول ما فيش داعي تعطلكم عن المذاكره ونتفاهم هنا احسن، ولا ايه يا استاذ احمد؟ انا قلت لحضرتك ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده كده. طيب تتفضل تشرب معايا فنجان قهوه في مكتبي. افهم من كده انكم بتقولوا عليه؟ لا 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 يا اخي استغفر الله، دي مجرد زياره. يا حار الظبط. ايوه اسمح لي اجي معاكم. اوي اوي ده شيء تعدي خالص. طب قلت لك ما اعرفش حاجه. مصمم برضه؟ ما اعرفش حاجه. انت لسه مصمم برضه؟ طب انا اسف قوي، انا مضطر اسيبك وراجع لك ثواني. كوبايه ليمون. يا استاذ احمد، احنا ما نعمل ايه بقى؟ احنا اعتمرناك معانا معلش، لكن صديقك ده انا ما بنعملش قهوه يعني. انت شربت قهوه ولا ايه؟ انتوا خونه متوحشين متوحشين متوحشين. سيجاره يا استاذ احمد. احنا مش لازم نسكت، دم زملائنا مش ممكن يروح هدر، لازم نعمل عمل ايجابي. معقول نسيب الخونة وأعداء الشعب يتحكموا فينا؟ أنا هتجنن. فاضل 24 ساعة بس، الفلوس كلها كاملة، مش ناقص غير 1000 جنيه هيدفعهم رشوة للميجر. عقد توريد مستفيد الجيش البريطاني، تصوري؟ يعني ما لقيتش غير الإنجليز اللي تشتغل معاهم. مالهم الإنجليز؟ إذا كانت الحكومة والسرايا تتعامل معاه، أقول أنا لأ. دول كان لازم أستفيد منهم بالحداقة والفهلوة. يا سلام يا حياتي، والحكاية دي اتحققت. هنتنقل نقلة كبيرة أوي. هنعيش في مصر زي الزواج. هيبقى عندنا فيلا وعربية. عربيات يا حياتي. هبقى عبده بيه محفوظ. حرم عبده بيه محفوظ. يا سلام يا حياتي، انا هتجنن. بس انت هتلحق تجيب ال 1000 جنيه منين؟ وانت بتقول ما عندكش غير 24 ساعة بس. حياتي، أنا جاتلي فكرة يا حبيبتي. إيه رأيك لو نبيع السيرة بتاعتك؟ السيرة بتاعتي أنا؟ أيوة. طب وأنا سختي هتجيب لك إيه؟ أهي تجيب لها 500 جنيه بالراحة. الدهب غالي أوي من دول. وانا كمان عندي شويه زراير ذهب وشويه حاجات كده، هم يجيبوا لهم 150 جنيه. يبقى ادي 150 و500، يبقى ادي 650 جنيه يا عبده. بس فاضل كام يا عبده؟ فاضل افتكرت بوسطه منصور. ماله بوسطه منصور؟ انا عارف انه مدكت في البوسطه 150 جنيه، مش ممكن يعزوهم عني ابدا. يبقى ادي 150، يبقى 800، يبقى فاضل 200 جنيه. 200 جنيه يا عبد، و200 جنيه. افتكرت، استلفهم من حسن بيه عضو مجلس النواب بكمبياله، مش ممكن هيتاخر عني ابدا. يبقى خلاص يا حبيبتي، خلاص يا حيات، اغتنينا يا حبيبتي، اغتنينا اغتنينا يا حيات. اولا لازم نعمل عمليه تعبئه شعبيه على نطاق واسع. ثانيا لازم ننسى كل خلافاتنا الحزبية علشان نثبت للحكام ان الشعب ممكن يسقط اي وزارة تقف ضد تحقيق اهدافه. احنا لازم نقوم بمظاهرة
للرد على المجزرة اللي حصلت ديت، ولابد اننا نكسر المحلات الأجنبية اللي موجودة في البلد. أيوة، احنا لازم نكسر المحلات الأجنبية اللي موجودة في البلد. أنا مش من رأيي التكسير والمظاهرات بدون داعي. عشان نبقى عمليين لازم نقسم نفسنا المجموعات، وكل مجموعة تختلط بفئة مختلفة من الناس، تحاول تقنعها بمطالبنا. بالشكل ده هنبقى كلنا يد واحدة قدام الحكومة. للعمال والطلبة. ألو، سعادة الباشا، أهلا وسهلا يا فندم. أيوة يا فندم، سعادتك تكون مطمئنة جدا يا فندم، احنا عاملين كل احتياطنا. طيب يا باشا، مع السلامة يا فندم.
غير هدومك كده وفرفش كده وفك نفسك بقى فكها ابوس ايدك يا حلاوتك. تسيبينا لوحدنا وتحرمينا من انسك؟ ويسكي؟ لا ميرسي انا ما بشربش. مش معقول. لا 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 لازم تاخدي واحد ويسكي معانا. واحد علشان خاطري. ما تكسفينيش بقى امال؟ ما تكسفيش ساعات البيت امال؟ شرد؟ يلا 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 شرد. صحتك؟ الجنتلمان بصحيح. لا 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 التاني ده عبد الغفار باشا ابن الايه ده التاني. يا سلام انا ما كنتش فاكراه كده ابدا. عرفت ابن الايه ده الويسكي مش كده؟ يا سلام انا اسعد انسانه في الدنيا دي كلها. انت لسه شفت حاجه يا حبيبتي؟ انا هخليكي احسن واحده في مصر كلها. انا هخليكي تشبعي حفلات، هخليكي تشبعي سهر. انا ههزم كل نشوات البلد هنا. اكبر ناس في البلد هخليهم يجوا هنا. انا هجيب لك كل شوية ميول رومانتيكية. الشخص ده غريب قوي. هو كشر حبتين انما في الحقيقة هو طيب وابن حلالي. اما اروح بقى اعمل لكم طبق سلطة من اللي بقالكم شهرين محرومين منه عشان تدعولي. سوسو سوسو اسمعي اوعي تجيبي كلمة سوسو دي على لسانك اتفقنا؟ طيب خلاص ما تزعلش. اسمع يا سعيد. نعم. ما تحطش شطة كتير على السلطة. احسن بعدين ما حدش ياكلها غيرك. لا ما تخافيش مش هحط شطة خالص. حط شطة. شغلتني شويه يا خساره ما تعرفش تكذب. سعيد قال لي على كل حاجه. قال لك على ايه؟
انما تعرف اللي يشوفك ما يقولش عليك بتاع مظاهرة ابدا. اصلا انا كانت فكرتي عن الجماعه بتوع المظاهرات دول انهم كده يخوفوا والشرار طالع من عينيهم. يتكلموا كتير بصوت عالي عن الوطن والوطنيه. بعكس ما انا شايفاك انسان هادي. الوطنيه مش زي اكتر الناس ما هي فاهمه. مجرد مظاهرات وزعيق وكلام كتير. الوطنيه احساس وشعور. والشعور ده هو اللي بيدفعنا للعمل للتضحيه. حتى لو كلفتنا حياتنا كلها. زي ما حصل لصاحبكم خالد. أنا آسفة يا أستاذ أحمد إذا كنت ضايقتك. شفتها هنا النهارده بناها جدي الله يرحمه. كلها مش هو برضو اللي بنى المستشفى الاميري والمدرسه الثانويه والبلديه بكره بنت جدك هتبني لكم لطيحات السحاب. بس اصبر عليها لما تخش الجامعه وتبقى مهندسه قد الدنيا. انت بتحلمي؟ انت فاكره انك تخش الجامعه؟ ابقى قابليني وحياتك يا احمد. استاذ احمد كمال يكلم تليفوني. ليه انا؟ ايوه غريب. عن اذنكم ما اشوف مين. يا ترى مين اللي هيطلبه هنا يا سعيد؟ مين عارف؟ يمكن حد من قرايبه، من معارفه، يبقى مين؟ خير قوي يا منصور. خد بوليسه الشحن دي. انت هتسافر الاسماعيليه حالا دلوقتي. ماموريه تستغرق منك الليله دي وبكره الظهر ان شاء الله كلنا. اصل المره اللي فاتت الكولونيل الانجليزي كان وبعدين معاك. امال فين الحلاوه والفهلاوه يا سي منصور؟ افهم بقى. انت بقالك دلوقتي سنتين بتشتغل معايا. اول ما يزرج نفوت له اللي هو عايزه على طول. انا بس يعني كنت بقول نوفر شويه في المصاريف. اصل الجماعه دول طلباتهم زي ما انت عارف ما بتخلصش. مش ده المهم. الجدعان يا منصور يا اخويا ان احنا نمشي شغلنا باي ثمن. الدنيا عايزه كده، شايلني واشيلك. مشي حالك. خد القرشين دول يا منصور. متشك. دول علشان مصاريفك ومصاريف اللوكال. وبقول يعني بالمره كده كمان عشان تجيب معاك حاجه وانت راجع للست. لحظه تلاقيها زعلانه قوي عشان حكايه سفرك واليوم التاني. ربنا يطول لي في عمرك ويكفيك شر ولاد الحرام. متشكر يا منصور. مع السلامه يا تمام. تحب اجيب لي حاجه معايا وانا جاي؟ يعني لازم تسافر النهارده؟ ما تخليها لبكره عشان اجي معاك. تيجي معايا ازاي؟ وانا برضه اهرش؟ وانا هضايقك في ايه بس؟ يا ستي يا حبيبتي ده شغل. هو انا بتعب عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر عيونك انتي؟ اللقمه يا حياتي ما تتاكلش بالساهل ابدا. الراجل من هنا ما كانش يشوف شغله بنفسه ما فيش فايده ابدا ابدا. اشوف وشك بخير يا حلوه. مع السلامة. الله يسلمك. عبده.
يا عيون يا عبدو. هتتأخر كتير في الإسماعيلية يا عبدو؟ لا أبدا وأنا أقدر أتأخر. ده أنا بكرة إن شاء الله قبل الظهر أكون عندي. وشنا الابواب المقفوله. شوفوا تعال يا جميل، تعال يا حلوه، ده انت زعلك شربات سوي. لا وانا زعلانه منك. ليه بس يا حبيبتي؟ ما قلت لك منصور دلوقتي زمانه في اخر الدنيا. انت ليه بتهرب من قصدي؟ ما انت عارف ان انا عايزه يبقى لي بيت ومحدش شاركني فيها الا انت. وحياتك انت يا حبيبتي، انا فكرت افرش لك شقه كويسه قوي عشان نتقابل فيها على كيفنا وناخد حريتنا. انت مش عايز تفهمني ابدا. انت نسيت ايام زمان لما كنت تتمنى ان انا اكون مراتك. ايوه يا حبيبتي ايوه ايوه، بس انا دلوقتي راجل متجوز. يعني هي بنت عبد المحسن افندي احسن مني يعني ولا احسن مني؟ يا ستي ما حدش قال كده ابدا. الناس كلها عارف ان انا صاحب منصور، وانا ضميري كمان بصراحه كده ما يطوعنيش اطلعك منه، انا عارف انه بيحبك. انا خلاص زهقت. معلش يا حبيبتي استحملي عشان خاطري، مين عارف يمكن ربنا يفرجها. ده انت اغلى واحده عندي في الدنيا. طب والتانية؟ يا شيخه هو في غير هنيه وبس؟
يا بابا. ايوه لكن ده انا لازم اكمل تعليمي. كفايه اللي شفناه من الجامعه يا احمد. انا راجل كبرت وما بقتش استحمل وخايف وعاوز اطمن عليك قبل ما اموت. يا بابا انا طبعا مقدر شعورك كأب، لكن لو كل واحد قال لابنه كده مش هيبقى في شباب يدافع عن بلده. انا ما قلتش حاجه، بس انت عارف اللي حصل للمرحوم خالد. انا خايف عليك، خايف عليك يا ابني. يا بابا انت مؤمن، خالد ما ماتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. احنا بنحارب في جبهات متعدده ومش من الوطنيه بشيء، ان نهرب واحنا في منتصف الطريق. ما تفتكرش يا ابني ان في واحد في الدنيا ما يحبش بلده. انا شخصيا اشتركت في ثوره 19. كنا بنضرب الانجليز، كنا بنصطادهم في الشوارع، في الحواري، في البيوت. وكفاحنا النهارده ده استمرار لثوره 19. لو كانت الثوره دي نجحت كان زماننا النهارده احرار، كان مصر كلها ما فيهاش عسكري انجليزي واحد. على بركه الله. سلام. اهلا انسه منال. تعرفي اني ما عرفتكيش في الاول. ازاي سعيد؟ وازاي ماما؟ كلهم كويسين الحمد لله. احمد. احمد. عن اذنك يا انسه. اتفضل. ازيك يا فتحي؟ وحشتني قوي. ايها الزملاء، احب اقدم لكم زميل من زملاء الكفاح. حارب معانا في كل معركه ضد الاستعمار، ضد الارهاب. أحمد كمال. أشكركم يا إخواني على الشعور الطيب ده، وأحب أقول لكم إن طريق الكفاح ما زال شاق وعسير ويحتاج لجهودنا جميعا، وأنتهز الفرصة دي لنجدد جميعا العهد على مواصلة الكفاح حتى نحقق الآمال والأهداف. ولتحيا مصر حرة مستقلة. لتحيا مصر حرة مستقلة. لا استعمار بعد اليوم. 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 لتحيا مصر حرة مستقلة. لتحيا مصر حرة مستقلة. لا استعمار بعد اليوم. لا استعمار. متهيألي يا أحمد وأنت بتخطب إني قدام مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول. كده مرة واحدة؟ ده رأيي. وأفتكر إن جه اليوم اللي لازم تشترك فيه طلبة الجامعة مع زميلها في الكفاح، ولازم يكون لها دورها بالنسبة لبنات جيلها. ياه، إيه الحماس ده كله؟ ده أنت على كده لازم تنضم معانا. فعلا، هو ده اللي ناوي أعمله. ما تصوريش قد ايه انا سعيد وانا بسمع منك الكلام ده. كنت اتمنى افضل معاكي اكتر لولا اني مرتبط بميعاد مهم. الله، انت مش جاي عشان تشوف سعيد؟ ضروري، اول ما اخلص همر عليكم. كده؟ طيب، انا هكتب لك العنوان واول ما تخلص تيجي على طول. الساعة 8 هكون عندكم. اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك، اوعى تتأخر يا احمد. لا. وبعدين بقى انا هي الساعه كام بالظبط؟ من 5 دقايق سالتيني كانت 8 ل 5.
ودلوقتي 8 وبعد 10 دقايق 8 و10 بعد شويه 8 و10 يبقى 8 ونص. ايه سبب سؤالك عن الساعه استمرار؟ ابدا اصل احمد اتاخر شويه. احمد فوت عليه في الجرنان وجاي يعني جاي. اهلا احمد. اخرت ليه يا غالي؟ اهلا. صديقي مش ممكن استغنى عنه ابدا، ده شاب كويس جدا. سوسو بكره تندى مع الكلام اللي بتقوله ده وتقول ماما ليها حق. لا مؤاخذة يا حياة هانم يا حبيبتي، اصل اتأخرت عليكي شوية، معلش اعذروني اعمل ايه؟ اصل الواد متعبين قوي قوي. معلش ربنا يخليهم. ميرسي يا حبيبتي ميرسي، تعرفي انك انستينا قوي ونورتينا النهاردة، مش ناقصنا الا عبده بيه. امال فين منال؟ منال منال. ايوه يا ماما. ايه قلة الذوق بتاعتك دي يا بنتي؟ مش تيجي تقعدي معانا؟ انا اسفه يا ماما، اصل كنت قاعده مع سعيد و طب ما تيجوا تقعدوا معانا ولا مكسوفين؟ لا ابدا انا هنادي لهم حق. سعيد سعيد اتفضلوا هنا معانا. انستينا يا حبيبتي ونورتينا. مساء الخير يا فندم. أقدملك حياة هانم، حرم عبده بيه محفوظ صاحب شركتنا واللي اشترى عز بيتنا اللي في الفيوم. أهلا وسهلا فندم. أهلا أستاذة. ما تقعد يا أحمد. في الحقيقة الأستاذ أحمد مش غريب، إحنا من بلد واحدة وكنا جيران. كده ده أحمد صاحب سوسو الروح بالروح، وكانوا سوا كمان في الكلية. على كده أنت تعرف عبده بيه محفوظ بقى؟ ما طبعا اعرفه كويس قوي قوي قوي. كده عن اذنكم، الجاد عندها احمد السنه دي عشان تشتغل معانا في الشركه. غريبه، انت لسه مخلصتش الكليه يا احمد؟ اصل احمد مر بيه ظروف صعبه شويه عطلته عن الدراسه، لكن ده ما يمنعش ان هو من الطلبه الممتازين. يظهر ان الظروف دايما بتتدخل وبتغير الطريق اللي رسمه الانسان لنفسه. المهم ان الواحد يقدر ينتصر على الظروف دي. حياتها بعد الحالات يا منال الظروف بتكون اقوى من الانسان، وفي الحاله دي لازم الواحد يستسلم، ولا ايه رايك يا احمد؟ اعتقد ان الانسان هو اللي بيصنع الظروف لنفسه. يعني انت مثلا يا احمد كنت عايز تاخر نفسك عن التخرج؟ طبعا لا، لكن في الحقيقه انا اللي صنعت الظروف دي بنفسي. وعشان كده يا احمد الانسان ما يندمش ما دام هو اللي اختار طريقه بنفسه. لكن في فرق كبير بين الانسان اللي لسعته النار والانسان اللي بعيد عنها. ده منطق الناس اللي يحبوا يداروا اخطائهم. الانسان الضعيف هو اللي يسيب النار تحرقه. على العموم دي فرصه سعيده قوي يا استاذ احمد. استاذن من هنا. مش معقول يا حياه هانم لسه بس. معلش اصل تعبانه شويه. ماما حياه هانم عايزه تمشي. ماما
ده راجل ضعيف جدا. مين هو؟ ده راجل اخترع الويسكي ده، انا معجب بيه جدا. على فكره عبد الملك كان عندي في الوزاره النهارده وطلب مني اذن استرداد 40,000 جنيه، والمساله يعني غير قانونيه، لكن علشان خاطر عيونك انت انا همشيها لك. حياه هانم، عايز اخد رايك في المساله. بخصوص هو موضوع عايز اخد رايك فيه على انفراد، لاني بعتبره شبه عائلي، فممكن نتقابل بكره الساعه 12 الظهر في جروب اشتمام باشا؟ يوافق الميعاد ده؟ ايه مالك؟ طلعت ليه يا حبيبتي؟ مش ممكن ابدا نسيب دوخي بالشكل ده. هو يعني لازم اكون موجوده؟ طبعا لازم. امال ايه؟ سيدة المجتمع وزوجة بار الاعمال الناجح لازم تكون دايما جنبه ودايما معاه. يلا 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 انزلي. مش نازله ومش عايزه اشوف حد. لحد امتى حمدي بيه ورأفت بيه؟ كل واحد منهم بيغنيني شويه وانت فاهم. يا شيخه ما تديش سيئة الظن للدرجة دي. تظهر عليك ما تعرفيش رجال الاعمال كويس، دول ناس نيتهم حسنه دايما. سالين احنا حياتنا اتغيرت خالص، احنا دلوقتي عايشين مع عقول تختلف كل الاختلاف عن عقليات الناس بتوع الشارع وابور النور. مالهم بتوع الشارع وابور النور؟ على الاقل انضف واشرف من بهوات والبشوات بتوعك، وما بيكونوش صحابهم اللي فتحوا لهم بيوتهم. تقصد ايه؟ ما اعرفش، انت فاهم قصدي كويس. اهلا يا احمد. ايه رايك في المقال؟ عجبك؟ ده ممتاز. تحليلك لحالة البلد فيه جرأة. فعلا هو ده اللي بيحصل. لكن التغيير اللي بتطالب بيه، مش شايف ان فيه تفاؤل اكتر من اللازم؟ فعلا. في الحقيقة أنا اللي أقصده بجملة تغيير شامل هو الثورة. متهيألي يا أحمد إنك بتبالغ شوية. بالعكس يا منال. ما يغركيش إن الشعب ساكت. تأكدي إن هيجي اليوم اللي يصور فيه ويفرض النظام اللي حقق له اهدافه. يا ريت يحصل اللي بتقوله ده يا احمد. مؤكد. انا يلا بينا دلوقتي من هنا. اللي تشوفه يا احمد. مالك يا منال؟ سرحتي في ايه؟ لا ابدا. بس انا خايفه يا احمد. من ايه؟ انت دايما معرض نفسك للخطر. مش كفايه اللي شفته من البوليس السياسي والمعتقلات؟ مش انت اللي تقولي كده. احنا في ظروف مش عايزه منا اي تردد او تراجع. البلد النهارده محتاجه لكل ابن من ابنائها المخلصين، لان اعداء البلد كل همهم انهم يقضوا على اي نزعه تحرريه. مش لازم نديهم اي فرصه. عشان كده مش عايزك تخافي عليا، انا عايزك دايما جنبي. أنا كل يوم بيفوت بيزيد إعجابي بيك وتقديري لكفاحك. ده واجب علينا كلنا. يلا بينا يا منال. خديجة. اعملي لي فنجان قهوة والنبي. حاضر. الو سعيدة فنجي لطفي من فضلك. الو سعيد، انا حياتي.
ازيك يا سعيد؟ وزي يا ماما؟ كلهم كويسين؟ طب الحمد لله. مش عارفة كنت عايز اقول لك ايه. والنبي يا سعيد، ما تعرفش عنوان احمد كمال؟ اصل كنت عايزاه يجيب لي حاجة من البلد. كنت عايز اعرف يعني اذا كان هيسافر قريب ولا لا. بونسيون نانا، 7 سليمان باشا. ميرسي قوي، سلمي على ماما قوي قوي. باي باي. حصلت حاجة انما تموت من الضحك. ايه هي؟ ضربني تليفون، عارفة من مين؟ مين؟ من حياة هاني مرات عبد الوهاب محفوظ. طب ودي عايزة منك ايه بقى؟ عايزة مني انا؟ عايزة من احمد، عايزة من احمد، عايزة احمد، عايزة احمد. عايزة تعرف اذا كان هيسافر البلد ولا لا. فاكراني؟ طب عايزة منه ايه؟ اصل يا احمد كان ليه قصة حب عنيفة في بلده. قصة زي القصص بتوع الراب بتوع السينما اللي بتشوفيهم. والطبع ان القصة دي بطالتها حياة هاني مرات عبده بيه محفوظ. انت متأكد؟ الا متأكد. الله، انت فاكراني ايه؟ معصفر ده انا سعيد. انا كمان كنت حاسه بكده. انما ما تعرفش متجوزوش ليه؟ زمان كانوا بيحبوا بعض. قطعا هي السبب. اصلكوا صنف خاين. علشان كده قررت اني ما اتجوزش ابدا. سعيد. نعم. تفتكر انه لسه بيحبها؟ والله اصل احمد ده من النوع اللي ما ينساش بسهوله. يبقى لسه بيحبها. منال قمت ليه؟ في حاجه؟ عندي محاضرات كتير عايزه تتبيض. مالك يا منال؟ بتتهربي مني ليه؟ وهتهرب منك ليه؟ منال كان ليكي رغبة تنضم معانا، لسه مصممة ولا غيرت رأيك؟ يا أستاذ أحمد، أنا مفيش حاجة مهما كانت تمنعني عن أداء الواجب. على إذنك. أحمد أنا جهزت كمية الورق اللي أنتوا طلبتوها، تحب نبتدي إمتى؟ يوم الخميس كويس؟ على خيرة الله. المنشاط دي مهمة أوي، عاوزها تدخل كل بيت وكل مصنع وكل مدرسة، عاوز أكبر عدد من الناس يقروها إن شاء الله. خلاص دي آخر كمية في المنشورات. الزم خدمة تانية يا أستاذ أحمد. لا متشكر. لا تصبح على خير. أنت من أهل. اشوفك وطمن عليك. ما تعرفش قد ايه انا كنت مشغول عليك لما عرفت انك دخلت المعتقل. غريبة.
أرجوك تفهمني كويس. أنا عارفة إني غلطت، لكن أعمل إيه؟ الظروف كانت أقوى مني، وكان عزائي الوحيد اللي كنت دايما بفكر فيك. فكرتي في إيه؟ فكرتي في الصدمة هتكون إزاي؟ بالنسبة للإنسان اللي كل أمله كان فيكي؟ فكرتي في وعودك وأحلامك؟ مع الأسف انت خلعتك المظاهر وبعت نفسك لواحد قدر يدفع الثمن. لا يا حبيبي، مش دي الحقيقة. أنا كنت ضحية. أنت متعرفش قد إيه أنا بتألم يا أحمد. أنت لازم تعزيني يا أحمد، مش تلومني. على إذنك يا أحمد بيه. سايب البلد، انما الفلوس تعمل كل حاجه. انا حصلت من غير حساب، هشتري الصوت بجنيه باتنين بخمسه، المهم لازم انجح في الانتخابات دي باي شكل. القرش اللي هصرفه دلوقتي هيرجع لي بكره عشره. العمليه اللي بكسب فيها 1000 جنيه هكسب فيها 2000 3000 5000. ومن عارف يمكن حياتي تتغير ونتنقل نقله تانيه وابقى وزير التجارة مثلا. ايه رأيك يا حبيبتي؟ اللي تشوفه. وزير التجارة، معالي وزير التجارة عبد بيه محفوظ.
عبده باشا محفوظ. ومستشفيات وعود كتيرة، وبعد ما ينجحوا في الانتخابات اللي ما حتى نشوفهم في البلد. الاخ عنده حق في اللي بيقوله، وانا اشكره جدا على شجاعته الادبيه دي اللي قدر يقول كلام. وانا عشان اثبت له حسن نيتي انا هتبرع كدفعه اولى بمبلغ 5000 جنيه عشان بنايه المدرسه والمستشفى. الوطني الحر يقول لنا ايه اللي تم في الاجتماع اللي كان من اسبوعين بينه وبين قائد القوات البريطانية بخصوص بناء سكنات لقوات الاحتلال في منطقة القنال. لازم كلكم تعرفهم ان عبده بيه الوطني الحر اللي بيوعدكم بجلاء القوات الانجليزية عن مصر هو نفسه بيبني لهم سكنات عشان يساعد على بقائهم في مصر. وفي الوقت اللي كان فيه كل شباب مصر فاتح صدره للرصاص من اجل الحرية، عبده بيه كان سهران مع كبار قوات الجيش الانجليزي عشان بيعقد معهم صفقات. ارجع بره، ارجع بره، انت كذاب، فين انت؟ ارجع بره، اطلع، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. من فضلكم، من فضلكم سيبوه، سيبوه، ارجوكم محدش يمد ايده عليه ابدا. ده برضو اخوكم ابن بناتكم وزميلكم، وانا عايزكم تعذروه، لان ده انسان تفكيره بسيط وانسان بيتاثر بالاشاعات. مش قلت لكم عبده بيه نجح في الانتخابات وبقى عضو مجلس نواب؟ ما هي مش غريبة في الزمان ده. سوسو اعمل تلغراف قرام لعبده بيه عشان تهنيه. ليه؟ ما نروح كلنا ونهنيه احسن. سعيد انت مش سامع بقولك ايه يا حبيبي؟ انا مش عارف اتصرف ازاي. سعيد اتصرف انت وضميرك. ضميره؟ سعيد ايه في ايه يا حبيبي؟ يا ماما
شركة عبدو بيه دي كلها مغامرات وسرقات على نطاق واسع. وانت دخلك ايه في كده؟ انت كل اللي عليك تنفذ اوامر صاحب الشركة وبس. اسمع يا سعيد، حاجة زي دي مش لازم تسكت عليها ابدا. انت لازم تعمل عمل ايجابي. انا من رأيي انك تبلغ النيابة. لا ده انت غيرتي قوي، ده مش كلامك انت، ده كلام الواد احمد بتاع يحيى الوطن، لكن انا هعرف شغلي وياه. سعيد اسمع كلام ماما يا حبيبي، اعمل تلرفع حالا لعبدو بيه. سعيد ارجوك فكر كويس في مستقبلك ومستقبل بلدك. مستقبله مع عبدو بيه، عبدو بيه بكره هيبقى وزير، ومين عارف يبقى رئيس وزراء كمان. وليه لا؟ مش بعيد مادام بيتعاون مع الانجليز، مادام بيسرق، مادام بينهب، مادام بيشتري ضمائر الناس بفلوسه. كل شيء ممكن في الزمن ده. لك حق يا منال، انا لازم اعمل عمل ايجابي، لازم ما اتعاونش مع عبده امثال عبده، لازم ما اكونش اقل من اللي بيموتوا في سبيل البلد ويتعذبوا ويتسجنوا عشان نكون اسياد في بلدنا لنعزتنا وكرامتنا. سوسو ما فيش سوسو، في سعيد. انا معاك يا منال. طب وراس ابويا الباشا ما انا قاعده لكم في البيت، كنت برفع البيت وانا فوقكم. ألو؟ أهلا 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 ساعة البيه. قبضتم عليه خلاص؟ ألف شكر يا ساعة البيه، ألف شكر. والله يا أنا ما عارف أرد جمالك إزاي. الله يخليك، ما يحرمنيش منك ربنا أبدا يا ساعة البيه. أيوة يا أبو، المهم عندي إن الولد ده لازم يتربى كويس أوي. ألف شكر يا ساعة البيه. مع السلامة، أنا جاي حالا. مين هو ده اللي قبض عليه يا عبد؟ ده الولد ده اللي اسمه أحمد كمال. تصور يا حياتي انهم كانوا مأجرينه عشان يقف ضدي في الانتخابات. احمد كمال مش من النوع اللي بيشتروه، ده احسن مني ومنك ومن كل اللي انت اشتريتهم بفلوسك. اتجننتي ازاي دافع ولد زي ده قدامي؟ بلغت اني اتغشيت فيك، لكن ما كنتش اتصور ان الدناء والحقارة توصل لك انك تدخل انسان السجن. كل ذنبه انه انضف منك. حياة انت لسه بتحب الولد ده؟ وانت يعني يهمك اذا كنت بحبه ولا ما بحبوش؟ انت ما يهمكش غير نفسك ومصلحتك وبس. بصراحة انا قرفت. قرفتي؟ قرفتي من ايه يا حياة؟ انا استحملتك كتير ودست على كرامتي كزوج. تفتكر انا مش عارفة بتروح تعمل ايه في بيت منصور؟ منصور؟ منصور ايه وكلام فارغ ايه؟ ده جزاء لإتمانك على بيته وشرفه، علشان تعرف نفسك انك احقر انسان شفته في حياتي. خلاصي مش هقدر اعيش معاك بعد كده. طلقني. هطلقك يا ست هاني، بس في رايك المناسب. مساء الخير. اهلا بالتركيز يا فندم. اهلا عبدو بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا صاحب الانوار يا فندم. اهلا وسهلا يا سيدي. انا اسف لازعاجكم. بالعكس يا فندم، ساعتك اسعدتنا جدا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعلى فكره يا فندم، احنا نفذنا طلبات سعادتك بمنتهى الدقه، ولعل الاخ احمد يكون مبسوط ومرتاح 24 راتب. يا سيدي انا واثق من خدماتكم العظيمه. استغفر الله يا فندم، احنا في الخدمه دايما. الله يحفظك. القهوه يا فندم تحب تشربها مظبوط ولا زياده؟ ولا تحب تطمن الاول؟ لا مفيش قهوه دلوقتي. طيب يا فندم اتفضل. مساء الخير ايها الوطن الغيور. ما تضحكش قوي يا عبدو بيه، انا عمري ما كنت سعيد زي دلوقتي. وانا كمان سعيد قوي، ولعل الدرس ده يكون علمك انك ما تطولش لسانك على سيادك تاني مره. مفيش قوه في الارض هتقدر تسكتنا، واللي يصعد مننا في الميدان في غير الاف 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 الاف. أنا خلاص يا هنية، لو أنت تطلع حاجة
افضالك انت. هرجعها الشارع واقول النور تاني زي ما كانت. صحيح يا عبد. طبعا يا حبيبتي. وهاجر لك شقه كبيره قوي عشان ما فيش حد يشاركني فيكي خالص. ومنصور حكايته معروفه، دي جيت ورشين. اصلك معايا البوليس موجود. انا عبده بيه محفوظ اللي ما فيش حد يقدر يقف في سكته ابدا. محلى الوصال 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 يا حبيبي. يا لهوي. الله افتحها يا هنية، افتحها يا هنية. هنعمل ايه دلوقتي يا سعد؟ ترى غنى روح انت افتحي باب وتغير كلمتين وانا هستنى في البلكونه. طيب. دلوقتي في المهم، شايفه مصر بقت ازاي؟ يا سلام، انتهى الليل، انتهى الظلام اللي عاشت فيه مصر سنين طويله. مبروك عليها يا حبيبي.